عمرك شفت قبل كده ظابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ انت مالك يا حماده؟ بقيت عيل خرع كده؟ يلا في ايه؟ يلا مالك؟ يلا انا معاك، انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى وتطلع ورقه وقلم يا حلو وتتعلم. يا صباح العسل يا رجاله. رخصك فاتش العربيه. مالك يا باشا؟ ده مفهومك على الميري؟ مش كده خالص؟ مفيش حاجة كده. حمادة بيه؟ عمر افندم. طلع ورقة وقلم وخد أقواله. أقوال إيه؟ وإحنا في الاسم. إيه ده؟ ده الفنان أحمد زاهر. حبيبي. إزيك يا فنان؟ صباح الفل يا باشا. أنا بحبك حب. حبيبي. بحبك. شرف ليا والله. شرف. عينيا. ده أنتوا حماة البلد. بقول لك إيه يا نجم بصراحة كده؟ عينيا. إيه، أنتوا بتبوسوا في الأفلام بجد ولا كده؟ أنا عن نفسي يعني أنا ما ببوسش خالص. طب أنا عايز أبوس. نعم؟ إيه، عايز أمثل، تخدمني الخدمة دي؟ معقولة يا باشا؟ ده أنت ظابط قد الدنيا. عايز تسيب دورك الوطني الهمام دوت وتروح تمثل؟ ده احنا بنتحمى فيكو. معلش يا باشا، بس بمسح صور عشان الذاكره عندي مليانه، بفضي المعرض بتاع الصور. معلش اهو معرض الصور اهو. يلا اهي. على فكره انا بحبك برضو. ها يعني بخش معاك في الصوره. اتفضل. معانا في الصوره جوه. يلا اشترك يا باشا. الضحكه بقى، الضحكه الحلوه بقى. ها يلا نبين سنه الارنوب اهي. نعمل حركه يا باشا. الحركه انا ما بطيقهاش دي. يلا بوز البطه بقى، بوز البطه. عنديل. بركة يا فندم. بركة عندي. والله يا فنان عندي. يلا لعبنا وهزرنا. تمام. رخصك بقى برضو. رخصك انزل لي. لا 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 سوري بقى، معلش ستوب الحرف. انزل لي. لا يا فندم، حضرتك تتعامل معايا قانوني، من حقك انك تسحب الرخص وانا اروح زي الشاطر ادفع الغرامة واجيبهم. تجيبهم ده لو لقيتهم هناك اصلا. ماشي اوكي، هجيبك يا احمد. ازاي غير بقى موضوع خد اقوالهم ده. هاي هاي. لا ما ده فيها هاي بقى. حمادة بيه. عمر افندم. طلع ورقة وقلم بسرعة، خد لي ارقامهم. غيرت اهو. ها شوف الجد بقى. امال ايه؟ هو الحمد لله انه هاي وكله تمام طبعا، بس استسمحك معلش لو معاك على الموبايل اي حاجة ليكي وانت لابسة كت. ده انت مجدد الرخص؟ ها لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الله الله. ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ تسمعونيش انا ليه؟ قصدي اللي بتشربوه ده ايه؟ كدابه في كل كلمه، كدابه. لا وايه؟ طلعت خبره جدا وعارفه بتعمل ايه، وتريها متعودة دايما. يا ريتني سمعت كلام دايما. تقول عشان تاخد الرخص. متعودة دايما. طب مفيش ابتسامة ليه هنا؟ يا ريتني سمعت كلام أيمن. باشا، بعد ما عملنا قائمة بكل الأجانب اللي موجودين في مصر في الفترة الأخيرة وما خرجوش تاني، شكينا في مجموعة قليلة منهم. كلمنا السفارات بتاعتنا في بلادهم يا فندم عشان تساعدنا. النهاردة بس جات لنا معلومة في منتهى الأهمية. في جواز سفر باسمه جوزيف أنطونيوس. الراجل ده ملوش وجود في أسبانيا أصلاً، اسمه وهمي، حتى العنوان اللي موجود في جواز السفر يا فندم طلع مش حقيقي. وبعد التحريات وتكسيفها هنا في مصر اكتشفنا إنه موجود في حي الزمالك. مستني إيه؟ اتحرك فوراً. حذاري تمشي بالرخص سارية بعد كده، لو شفتها سارية هسحبها. اتفضل. طب ايه؟ الشحرورة لسه ما ظهرتش؟ ده 10 دقايق والبوليس جاي. يا ابني احنا عملنا كل حاجة، ناقص بس يتقبض علينا. مش فاهم، نايمة دي ولا مقتولة ولا ايه؟ وليد هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يعني هو انت فكرك صوت يعني الطوبة في البلكونة ده هيلفت نظرها؟ تصدق فكرة حلوة؟ ايه؟ ايه يلا؟
سد وداني بسرعه. سد وداني ودانك ليه ما تسدها انت؟ في طوب في ايدي وفي مسدس في ايدي. خلص طب بالراحه طلعت طلعت اهي طلعت طلعت يلا طلعت. وليد عارف 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 يا هبل. ايه اعمل نفسك مش واخد بالك. انا وليد يا وليد. ايه ده ريم؟ ايه ده بتعملي ايه هنا؟ انا عايشه هنا غريبه يعني. انا بقالي 11 سنه خدمه هنا كل يوم عمري ما شفتك. 11 سنه ازاي يعني؟ بس ايه القمر اللي طلع علينا مره واحده ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلوه البدله. لا بص الزرارين دول بقى. طب مش عايز تحكي لها على ذكرياتك وانت طفل؟ ما تقول لها يا ابني تنزل هنا وتكلمه. طب انا نازله. لا لا مش مشكله خليك انت مريحه فوق شويه. خلاص ماشي. ايه انت ما بتصدقي كده؟ خلاص انزلي يلا مستنيك. استناكي في المدخل جوه يلا. سلام يا سلام يا دخل كاسا لماس رابيدو بوسيبل. تاكسي خليك ورا التاكسي المشتبه فيه. ضيق عليه الدايره عشان ما يهربش مننا. علم يا فندم وينفذ. انا هلاقيك الحي ده من المغرب. عور. تعال تعال يا اسطى. انت كويس؟ تعال. انت كويس يا اسطى؟ سي عندك فيروس سي؟ سي ضربني بالروسية يالا؟ ولما انت كويس يا حقير يا ناكرة تضرب ضابط مزيف؟ حاسس بقى تأدية عمله؟ لا الله لحظات الضعف دي ما بتتكررش. اعمل ايه؟ اضرب فين تاني؟ تحت الحزام. تحت الحزام العاشر. ايوه تحت الحزام. لا 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 ولا 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 البنطلون هيتقلع. هيتقلع يا مش متاعي. سيبه. اسيبه ليه؟ هعمل لك هيو. انت في انت سيب يلا بنطلون يلا. انا عليه مات. ايه ده في ايه؟ تلحقني. خلك بقى قاتل. خلك بقى قاتل. قاتل؟ يا نهار اسود ايه اللي حصل؟ انا مش عارف. يا نهار اسود. ايه؟ ولا حاجه عادي مش حاجه. روح روح اجري اجري بسرعه. طب روح الصيدليه هتلاقي اي حاجه تفوقه. وانت شوف بقى التوي فين ده ولا في حطه بقى داهيه. نعمل ايه؟ هنتصدى احنا هنتسجن حالا. توي إيه؟ بقى في اي حته توي قبل ما ريم تنزل. وبعدين لازم اروح لان هي قالت لي هشوح كبده وانزل لك. شوح كبده ايه؟ مش هتساعدني؟ يرضيك ساعه قاتل يا خالو. لا ما طبعا ما ارضاهالكش. طب الحجم ده بقى يتزق ازاي دلوقتي؟ حمامة الحق اغلق بسرعه. البوليس ميشق في كل مكان. ميشق ميشق يعني في كل مكان يا حمامة. اهرب.